تعالوا معنا من رام الله، من أمام التلفزيون في رام الله، نذهب إلى مخيم جنين وهذا التقرير. يستوي مخيم جنين على عرش سام من التضحيات تحرسه أهداب عيون الشهداء النقية، ونبع من الدم الزاكي يقطر رقراقا في حدائق المجد، ينبت دحنونا وزعترا من الجليل، وياسمينا من تربة نابلس، وشذا لبرتقال يافا، وينغرس شيحا صحراويا من النقب ليعانق أسوار بحر عكا، حيث أيقونة دحر الغزاة وفلسطين الصغرى إن أردتها معبرة بسطر، وهو كل فلسطين إن وسعت عدستك مجال التاريخ والجغرافيا ومعجزات السماء. نصف كيلو متر مربع مساحة المخيم، صغيرة تكاد تذوب في مخططات الهندسة والبناء، وتتعظم مساحة عشقه وأهله لفلسطين لتسع كونا كاملا خاصا في جنين. جنين جراد كما أطلق عليها باعث الوطنية الفلسطينية ومؤسسها ياسر عرفات، وعش الدبابير كما يراها العدو الصهيوني واجلا، وعاصمة المقاومة الفلسطينية كما يراها عموم الشعب من مهده إلى لحده. واحد وعشرون عاما هي المسافة العظمى بين محاولتين فاشلتين لإركاع المخيم بوابل النار وطغيان الصواريخ، بألاف الجنود من الوحدات الخاصة القتالية وبأحدث ما توصلت إليه آلة الموت من التكنولوجيا عالميا، من مدرعات ودبابات وطائرات مسيرة قاتلة بلا قلب أو رؤية. 21 عاما لم يختلف على جنين ومخيمها شيء سوى تجديد العهد أن لا لجوء آخر إلا لحيفا والناصرة. بين العشاء الأخير في ربيع عام 2002 لقادة المقاومة الفلسطينية بقيادة ضابط الأمن الوطني الفلسطيني أبو جندل، وبين لهيب حزيران 2023 لم يتغير المشهد أبدا. فصائل المقاومة والحضينة الشعبية والرسمية نسجت انتصارا آخر للحق على ظلماء الاحتلال. لم يختلف سوى المهزومين المنكسرين الراحلين هربا خلف ستار من آلاف الأطنان من المتفجرات التي سوت البنية التحتية بالأرض وهدمت مئات المنازل ودمرت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بانتقام بربري لمشهد انتصار ما زالوا يبحثون عنه منذ هزم شارون ومفاز ها هنا في جنينغراد، تاركين خلفهم حوالي 30 جنديا إسرائيليا صرعى في ساحة مجد المخيم، وحوالي ضعفهم من المدنيين الفلسطينيين شهداء تحت الركام. أصبح المخيم يشكل هوية جامعة للوطن، وفعلا يعيد إنتاج نفسه يوميا ليضيف سطورا جديدة للأسطورة الفلسطينية. ينتصر مخيم جنين بوحدته ويصنع إلهامه العابر للحدود الفلسطينية، مشكلا هنويه القرن 21 حتى اندحار الاحتلال وعودة أبطاله إلى حيث كان أجدادهم منغرسين.